طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نشرح المواضيع هاي اللي قدامنا هون على الشاشة. طيب، راح نبلش أول إشي باللوجيكال أوبريتورز، تمام؟ اللي هي ماشي. أول إشي بدنا نعرف شو معنى العبارة المنطقية. العبارة المنطقية هي عبارة يكون لها بس جوابين، يا إما ترو أو فولس، تمام؟ زي مثلا لما أحكي اليوم الأحد، بس اليوم الأحد هاي عبارة منطقية لأنه لها جوابين، يا بحكي لك آه يا بحكي لك لا. فهذه العبارة اللي بالنوع هذا اللي لها جوابين true or false بطلق عليها عبارة منطقية، تمام؟ طيب، زي مثلا بال C بلس بلس عندي integer x equal 5 سي اوت x اكبر من 10. هسا x اكبر من 10 بسميها عبارة منطقية لانه لها جوابين، يا اما true يا اما false، يعني يا اما x اكبر من 10 يا اما لا مش اكبر، false، تمام؟ طيب، فهون عندي قاعد بحكي له الطباع اللي ناتج، هل اكس اكبر من 10؟ هل 5 اكبر من 10؟ هسا الجواب عندي هون فورس، فالمفروض يطبع لي فورس، تمام؟ هسا عند الطباعة الفورس دائما تطبع صفر والترو دائما تطبع واحد. فورس تطبع صفر، الترو تطبع واحد، فهون هل 5 اكبر من 10؟ فورس، فسي اوت فورس، فراح يطبع لي صفر. طيب، هسا اللوجيكال اوبريتورز، ايش اللوجيكال اوبريتورز؟ هم عباره عن اوبريتورز يستخدموا عشان اربط بين اكثر من عباره منطقيه، عشان اربط اكثر من عباره منطقيه مع بعض. اللوجيكال اوبريتورز اللي عندي هم الاند والاور والنوت، الاند والاور والنوت. طيب، نيجي اول شيء على الاند. الاند بستخدمها عشان اربط بين اكثر من عباره منطقيه، تمام؟ وبعملها باشاره الدبل اندنج هاي اللي عندي. اوكي، هسا هذا الاند ايش بيعمل؟ اذا كان كل الحدود او كل العبارات المنطقيه اللي هو رابط بيناتها كانت ترو، بيعطيني جواب ترو، تمام؟ اذا كان عندي عباره واحده على الاقل فولس، راح يعطيني فولس. يعني نشوف التابل هذا اللي عندي، ترو اند ترو بيعطيني ترو، ترو اند فولس بيعطيني فولس، فولس اند ترو فولس، وفولس اند فولس فولس. فلازم يكونوا كلهم ترو عشان يعطيني ترو. طيب، نشوف مثلا هون عندنا اكزامبل، اكس قيمتها 5 وواي قيمتها 10. حكيت له سي اوت اكس اقل من 3، هل 5 اقل من 3؟ ترو. اند هل واي اللي هي 10 اكبر من 6؟ برضه ترو. ترو اند ترو ترو، فراح يطبع لي ترو، يعني راح يطبع لي 1. طيب، مثلا هون عندي اكس 15 وواي 2، تمام؟ سي اوت هل 15 اكبر من 10؟ فولس، عفوا ترو. اند هل 2 اكبر من 2؟ فولس، الاثنين مش اكبر من 2، فترو اند فولس يساوي فولس، فراح بحكي له اطبع لي فولس، فراح يطبع لي 0. فاذا هاي الاند. طيب، نيجي على الاور. الاور نفس الشيء، بربط بين اكثر من عباره منطقيه، بس شو بيفرق؟ الاور يكفيني يكون عندي وحده ترو عشان يعطيني ترو، بس ترو وحده بكفي. متى بيعطي فولس؟ اذا كانوا كل الحدود فولس بيعطي فولس، كل الحدود فورس عشان يعطي فورس، وهاي الرمز للترو بالسي بلس بلس. فهون ترو اور ترو ترو، ترو اور فورس ترو، فورس اور ترو ترو، وفورس اور فورس فورس، تمام؟ طيب، واخر شيء عندي النوت. النوت هاي ايش تعمل؟ بتعكس الحال، يعني نوت ترو بيعطيني فورس، ونوت فورس بيعطيني ترو، تمام؟ طبعا رمز النوت هو اشاره الاكسلريشن مارك، هاي علامه التعجب. فسي اوت نوت ترو، نوت لترو عباره عن فولس، يعني عكس لترو فولس، فكان بحكي له اطبع لي فولس، فراح يطبع لي صفر. وسي اوت نوت الفولس يعني ترو، اطبع لي ترو يعني واحد. طيب، بدنا نيجي الان على السمبل اف ستيتمنت. ايش السمبل اف ستيتمنت؟ السمبل اف او الاف هي عباره عن جمله شرط. جمله شرط، يعني افترضوا مثلا انا حكيت له شغل لي المكيف او الكونديشن، شغل لي الكونديشن، تمام؟ هسه لما احكي له انا شغل لي الكونديشن، راح يروح يشغل الكونديشن دايركت، ما في عندي اي شرط يحكمني انه انا اشغل الكونديشن او لا. بس اذا حكيت له اذا كان الجو حامي شغل المكيف او شغل الكونديشن، اذا كان الجو حامي شغل الكونديشن، فتشغيل الكونديشن هون صار عندي مربوط بشرط معين، اذا كان الجو حامي راح يتشغل، بس اذا كان الجو حامي مش راح يتشغل. فاذا جمله الاف بتعتمد على شرط معين اللي هو مثلا الجو حامي، اذا كان جواب الشرط ترو راح يروح ينفذ لي شيء معين، كود معين، اذا كان جواب الشرط فولس مش راح ينفذه، تمام؟ فالصيغه العامه لجمله الاف، اف
بحط له بفتح قوس بحط له كونديشن تمام، باجي هون بحكي له الستيتمنت اللي بدي اياك تنفذها. فبالبدايه بيجي بفحص الكونديشن اللي هو الشرط، اذا كان جواب هذا الشرط اللي هو عباره منطقيه، اذا كان جوابها ترو راح ينفذ الستيتمنت، اذا كان جوابها فولس مش راح ينفذ الستيتمنت. طب نشوف اكزامبل، مثلا لو اجيت انا حكيت له انتجر اكس ايكوال تو 5، اف اذا كانت الاكس اكبر من 2 سي اوت يس تمام. طيب فهون طريقة العمل راح يجي هيك، هل اكس اكبر من 2، هل 5 اكبر من 2 ترو، لانه ترو راح يجي ينفذ الجملة هاي ويطبع لي يس. طيب لو كان عندنا اكزامبل ثاني مثلا انتجر اكس ايكوال 15، نكتب هون هي الكتابة انتجر اكس ايكوال 15، اف اذا كانت الاكس اكبر من 20 سي اوت يس. طيب هل هون باجي على الشرط، هل 15 اكبر من 20؟ فورس. فاذا لانه فورس مش راح ينفذ الجملة هاي ومش راح يطبع لي اشي على الشاشة، راح تطلع لي شاشة فارغة. طيب نيجي على معلومة جدا مهمة ننوه عليها، ركزوا معي. لو كان عندي هون انتجر اكس يكون 15، اف اذا كانت الاكس اكبر من 20 سي اوت اي وسي اوت بي. طيب هون نركز كثير، هون هل 15 اكبر من 20؟ فولس. هسا المفروض لانه فولس زي ما حكينا ما ينفذ هذول وتطلع لي شاشه فارغه، بس بدنا نحط معلومه مهمه جدا ببالنا، انه بالسي بلس بلس اي جمله زي الاف مثلا ما بيكون تابع إلها إلا جملة واحدة فقط، بس جملة واحدة، يعني هذول مع بعض، يعني سي اوت اي هي اللي تابعة للإف، هي اللي مشروطة بالشرط، بس سي اوت بي ليست مشروطة بالشرط، ما إلها دخل، وتنفذ دائما بغض النظر عن الإف، لأنها هي أصلا برا الإف، زي الانتجر إكس يساوي 15 برا الإف، نفس الفكرة هون عندي. طيب فهلا هل 15 اكبر من 20؟ فورس، لانها فورس مش راح ينفذ الجمله اللي تابعه للاف، وهاي هي الجمله التابعه للاف فقط، هاي مش تابعه للاف تمام، فراح ينزل هاي تنفذ دائما وراح يطبع لي بي. فهي المعلومه جدا مهمه. طيب لو بدنا نشوف كمان مثال عندي، لو بدي انا اخلي اكثر من جمله تابعه للالف، مثلا حكيت له اذا الجو خامي شغل المكيف مثلا واشرب شيء بارد، فهذول صاروا عندي جملتين، واحنا حكينا انه الاف ما بيكون تابع لها غير جمله واحده، كيف بدي اخلي الاف يكون تابع لها اكثر من جمله؟ اجي بحكي له مثلا انتجر اكس يكون 15، اف اذا كانت الاكس اكبر من 20، بفتح بريس بالشكل هذا. لما افتح بريس هون انا بقدر احط اكثر من ستيتمنت، سي اوت اي وسي اوت بي وهيك، لاني حطيت بريس هون عندي صاروا هذول الجملتين تابعين للاف يتنفذوا اذا تحققت الاف. فهل هل اكس اكبر من 20؟ فورس، فمش راح ينفذ كل الجمل اللي تابعه للاف، في عندي بريسز فهذول كلهم تابعين للاف فراح يطبع لي شاشه فارغه. طيب هاي السمبل اف ببساطة يعني. طيب هسا بدنا نروح على الاف الس ستيتمنت. طيب شو بتفرق الاف الس ستيتمنت؟ على نفس مثالنا، افترض انا حكيت لك لو كان الجو حامي شغل المكيف. هسا لو كان الجو حامي ماشي راح اشغله، طب لو كان الجو مش حامي مش راح يعمل اشي. طيب هسا طيب لو انا كان بدي لو كان الجو حامي يعمل يشغل المكيف، واذا ما كان حامي يشغل مثلا الدفاية. فهاي وظيفة الاف الس، كيف الصيغة العامة لها؟ اف كونديشن ستيتمنت الس ستيتمنت بالشكل التالي تمام. فانا هون في عندي كونديشن، اذا كان جواب الكونديشن ترو راح يجي وينفذ هاي الستيتمنت، الس يعني كان جواب الشرط فورس فراح يجي ينفذ الستيتمنت هاي. شوف اكزامبل بسيط، اف انتجر اكس يساوي 10، اف
إذا كانت الـ X أكبر من 5 see out A else see out B. شوف مع بعض هون هسا باجي بفحص الشرط، هل 10 اكبر من 5؟ ترو، لانها ترو راح ينفذ جزء الاف وجزء الالس مش راح يتنفذ، تمام؟ راح يطبع لي ايه يعني، هذا مش راح يتنفذ. اذا انا مستحيل انفذ الستيتمنت هاي والستيتمنت هاي بنفس الوقت، راح تتنفذ يا هاي يا هاي، تمام؟ اذا كان جواب الشرط ترو بتنفذ جزء الاف، واذا كان جواب الشرط فولس يتنفذ جزء الالس، فهون راح يطبع لي بس ايه. طيب كمان اكزامبل، انتجر x equal to 20 f اذا كانت ال x اكبر من 30 see out a else see out b. طيب هون نفس الفكرة، هلا 20 اكبر من 30 false، فلانه فورس مش راح ينفذ هاي، وراح يجي وينفذ لي هاي ويطبع لي بي، راح يجي يطبع لي هاي ينفذ لي هاي ويطبع لي بي، تمام؟ طيب هسا نفس الفكره، لو انا بدي اكثر من جمله تابعه للاف واكثر من جمله تابعه للالس، بدي اجي احكي له هيك، انا اف الكونديشن هون عندي وافتح بريس واسكره، والالس وافتح بريس واسكره، عشان اخلي اكثر من اقدر احط انا اكثر من جمله عندي هون. طبعا راح يكون فيديو منفصل فيه بس اسئله، احنا هسه نفهم الافكار العامه كيف كل جمله بتشتغل وكيف مبدا عملها. طيب نروح الان على ال اف الس اف ستيتمنت. طيب كيف تشتغل اف الس اف ستيتمنت؟ ناخذ عليها مثال بسيط، ابسط شيء هي طبعا انتجر اكس ايكوال 90 اف اذا كانت الاكس اكبر من 50 out a else if هيك باجي بحكي له x اكبر من 60 see out b else if اذا كانت ال x اكبر من 80 خلوا لي هاي اقل، ماشي اقل بدل اكبر، اقل من 80 see out else if اذا كانت ال x اقل من 100 see out b else if اذا كانت ال x اقل من 110 see out e else see out f. كيف بتشتغل هاي الاشي عندي هون؟ ببلش انا عندي الاكس 90 بالبداية، طيب باجي هل 90 اقل من 50؟ فولس. ايوه لما تكون فولس بيتركها وينزل يشوف الالس اف اللي بعدها. هل 90 اقل من 60؟ فولس، فراح يتركها وينزل يشوف الالس اف اللي بعدها. هل 90 اقل من 80؟ فولس، راح يتركها وينزل يشوف اللي بعدها. طيب هل 90 اقل من 100؟ ترو. ايوه لما يلاقي ترو بيجي ينفذها، فراح يطبع لي دي وبينسى كل شيء ضل تحتها، بينفذها وبينسى كل شيء ضل تحتها حتى لو كان اللي تحتها ترو. فهون اول واحده تحققت هاي، هل اكس اقل من 100؟ ترو، فراح يفوت يطبع لي دي ومش راح ينفذ هاي مع انها ترو. هل 90 اقل من 100؟ ترو، بس مش راح يروح يطبع لي الاي. فاذا الاف الس اف هي عباره عن مالتي سيلكشن بسموها، تمام؟ بشوف كم وحده عندي، بشوف اول وحده ترو بتتنفذ وبينسى كل اللي بعدها. طيب برضو شيء ثاني نحكي عنها، لو هاي كانت فورس وهاي كانت فورس وهاي كانت فورس وهاي كانت فورس وهاي كانت فورس، بيجي بينفذ الالس العاديه اللي لحالها اللي بدون اف. اذا متى بالاف الس اف، متى الالس العاديه تنفذ؟ تنفذ الالس العاديه لما يكونوا جميع الاف الس فولس، بيجي بينفذ هاي، هاي الحل النهائي اللي قدامه، تمام. نيجي على موضوع الترنري اوبريتور. طيب ترنري اوبريتور، ترنري اوبريتور هو عباره عن شيء بتشبه جمله الاف الس العاديه، تمام؟ بالعاده يعني بتكون هيك صيغتها العامه، كونديشن
نحط له علامة استفهام statement if true على نقطتين statement if false. هاي الصيغة العامة الترنري اوبريتر condition statement if true statement if false. تعال شوف مثال بسيط جدا. integer x يساوي 10 see out x اكبر من 5 a نقطتين b. هاي ترنري اوبريتر. الشرط statement if true statement if false. انا قاعد بحكي له اطبع لي يا اما a يا اما b بناء على هذا الشرط. فهلا هل x اللي هي 10 اكبر من 5 true، العشرة اكبر من 5 فراح يروح على الجزء اللي true اللي هو هي هون اللي هو بين علامه الاستفهام والنقطتين، فراح يجي ياخذ الا فاعمل سيلكشن للاي تمام، فكانه بمحي هاي كامله بحط محلها اي زي هيك، فهي راح تطبع لي اي تمام. كثير بسيطه يعني. طيب لو كمان اكزامبل عندي حكيت له انتجر اكس يساوي 2 سي اوت اكس اقل من 1 لم تستفهم اي نقطتين بي. طيب نفس الفكرة هون بيجي هل 2 اقل من 1 فولس، وين جزء الفولس؟ هيه بيجي بيعمل سيلكشن لهاي كانه بيمسح كل الترنري وبيحط مكانها الاشي اللي نعمل له سيلكشن تمام، فراح يحط لي بي وهاي راح تطبع لي بي. طيب كمان اخر اكزامبل بسيط عليها انتجر اكس يساوي 7 لو حكيت له انتجر واي تساوي اكس اكبر من 10 علامتين استفهام 5 نقطتين 5 و سي اوت واي. هون نفس الفكرة، اذا الترنري مش مربوطة بسي اوت بقدر استخدمها باي مكان. فهل اكس اللي هي 7 اكبر من 10 فولس، فراح يجي يعمل سيلكشن لهاي تمام ياخذ سالب 5 راح يمسح الترنري كاملة ويحط مكانها سالب 5، صارت عندي الواي قيمتها سالب 5 سي اوت واي سالب 5. بالنسبة للمواضيع هاي كمواضيع شرحاتها كل افكارها راح يكون في عنا بس فيديو عشان يعطينا اسئلة وتمارين على كل المواضيع هاي اللي انشرحت، ويعطيكم العافية.